انا عايز اقول لكم ان احنا، انا حرصت دايما وافتكر كان توجيه للحكومه ان احنا يعني لا نفزع الناس وما نخوفهمش، وانا حرصت في كل احاديثي معاكم في هذا المجال، واخره كان طبعا بمناسبه يوم المراه في الشهر اللي فات، ان انا برضو لما اتكلم اتكلم بشكل يعني ما خوفكمش فيه، لان هو الاعلام العالمي وتناوله للموضوع على مدار اليوم والساعه في كل المحطات تقريبا ما فيش غير الموضوع دوت، وبالتالي تاثيره على يعني عميق على الناس وقلقها وخوفها يمكن. فانا ما حاولتش اكون يعني ما بقاش عامل اضافي في القلق ده او ان انا اثير فيكم الفزع، لكن ده مش معناه ان احنا كمصريين ما ننتبهش اكتر وما ناخدش حذرنا اكتر ونبذل جهد اكتر في مواجهة هذا الفيروس.